مرحبا بكم جميعا. اسمي روث ريتشاردسون وأنا المديرة التنفيذية للتحالف العالمي لمستقبل الأغذية. هذا تحالف استراتيجي للمؤسسات التي تعمل مع بعضها البعض ومع جهات أخرى لتحويل النظم الغذائية اليوم ولأجيال مستقبلية. التحالف العالمي يسره أن يعقد شراكة وأن يشارك في استضافة هذا الحدث مع IPES-Food أي فريق الخبراء الدولية المعني بالنظم الغذائية وصندوق الزراعة الإيكولوجية والممثل الدائم للجمهورية الدومينيكية لدى وكالات روما ومنصة الدعوة لأغراض الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة. وبالأصالة عن التحالف العالمي وشركائنا، أنا أرحب بكم في هذا الحدث الجانبي بعنوان النهوض بحوكمة النظم الغذائية الشاملة التشاركية والمتكاملة من خلال LCFS وعمليات مؤتمر القمة للنظم الغذائية. ثم توافق متزايد بأن النظم الغذائية لابد من حوكمتها بشكل تشاركي شامل ومتكامل، وهذا الحوار أهم من أي وقت مضى لأن النظم الغذائية مهددة جراء التهديدات العالمية وهي من الأسباب الرئيسية للأزمات التي نواجهها، منها جائحة كوفيد-19 وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والمجاعة. هذا هو سياق اليوم. مع انعقاد دورة لجنة الأمن الغذائي إن هذا الأسبوع، إن مؤتمر القمة المزمع عقده في 2021 وغيرها من العمليات المهمة حاصلة هذا العام، منها تحديد المساهمات المحددة وطنياً، والحوكمة تتسم بأهمية في هذا الصدد. وبالفعل أن التحالف العالمي خاض عملية لتوليف 8 سنوات من الأبحاث التعاونية، ومن خلال هذه العملية حددنا 7 من الدعوات إلى اتخاذ الإجراءات التي ناصرها المجتمع بشكل جماعي مراراً وتكراراً على اعتبارها من الأولويات، وسوف نتشاطر رابط معكم في قسم الدردشة. الحوكمة في صلب الدعوات هذه لاتخاذ الإجراءات، وهذه مسألة حاسمة لتحويل النظم الغذائية. ماذا نعنيه بالحوكمة؟ بالنسبة إلينا في التحالف، هذا يعني عمليات ومنصات سياساتية تستند إلى مبادئ ديمقراطية ومداولات شفافة وسلطة متقاسمة ومشاركة شاملة لضمان أن السياسات مستندة ليس فقط إلى الأدلة بل كذلك إلى الأخلاقيات والمصلحة العامة الأوسع نطاقا. لماذا هذا مهم؟ لأن التغييرات في حوكمة النظم الغذائية خلال السنوات 50 أو 60 الماضية قد قوضت الحوكمة الجيدة، لا سيما بما يصب في مصلحة الجهات الأكثر قوة وعلى حساب العمليات القائمة على المبادئ الديمقراطية، وبالتالي هذا يحدد من يحصل على مقعد حول المائدة، كيفية تمويل الأبحاث وكيفية اتخاذ القرارات بشفافية. بالنظر إلى اللجنة ومؤتمر القمة وغيرها من الآليات، السؤال هو كيف بإمكاننا ضمان الحوكمة المتينة اللازمة لنظم غذائية متنوعة صحية متساوية قابلة للتجدد وقادرة على الصمود خلال السنة المقبلة وما بعد؟ البعض يقترح أن مركزية LCFS هي الآلية الأساسية لضمان حوكمة شاملة للنظم الغذائية، وكذلك يتم التوصية بالقيام بالرصد وتطبيق التوصيات، وطبعا هناك توصيات على المستويات الوطني والوطني الفرعي مما يؤدي إلى إدماج آراء مختلفة، لا سيما من هو موجود في أطراف النظم الغذائية أي النساء والعمال المعرضين والمزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة والمجتمعات التقليدية والأصلية من جملة جهات أخرى. ونحن هنا للتكلم عن هذا الموضوع وللغوص في التحديات لنتمكن من إحراز أي تقدم وتحقيق التغيير التحويلي. نحن لا نتكلم عن تغييرات بسيطة بل وهذه التغييرات الصغيرة التي تبقي على الوضع الراهن. نحن دعينا الأعضاء والممثلين والممثلين الدائمين والمجتمع المدني، وكذلك لدينا الجهات القيادية من مؤتمر القمة وممثلين من الفريق القيادي والجهة القيادية لمسارات العمل والشامبيونز نتورك شبكة المناصرين للنهوض
بالشبكات المعنية. سوف نبدأ بإعطاء الكلمة إلى السيد مايكل فخري المقرر الخاص للحق في الغذاء. لقد اطلع بأدوار مهمة في مؤتمر القمة وفي السي اف اس، وبإمكانه أن يعطينا فكرة عما هو على المحك في إطار العلاقة القائمة بين هاتين العمليتين الدوليتين. بعد ذلك سوف نستمع إلى سعادة السفير ماريو ألفيلو من الجمهورية الدومينيكية، سعادة السفيرة شيرين جورجنسن من فرنسا، السيدة شمالي جوتال التي تمثل آليات المجتمع المدني، السيدة جيسيكا فيكا أورتيغا من المجمع العالمي للشباب من السكان الأصليين والنائب رئيس شبكة المناصرين للسكان الأصليين، وبول نيومن من منصة الدعوة للهدف الثاني من هدف التنمية المستدامة ونائب رئيس شبكة الأبطال للاستهلاك. والسؤال هو كيف بإمكاننا ضمان حوكمة شاملة تشاركية ومتكاملة للنظم الغذائية اليوم وفي المستقبل. بعد ذلك سوف أعطي الكلمة إلى ثلاثة من الزملاء للحصول على آرائهم ولتحديد سبل الماضية قدما. أوليفيا دي شوتر من IPES-Food فريق الخبراء الدولي المعني بالنظم الغذائية، وسوفيا مونسالفي من فيان انترناشنال التي تمثل كذلك آليات المجتمع المدني، وسعادة السفير تانا واتينسن رئيس لجنة الأمن الغذائي العالمي. قبل البدء بعض المعلومات اللوجستية، نحن ندعوكم إلى التعريف عن أنفسكم في قسم الدردشة إذا ما رغبتم والمشاركة مع الحاضرين. وبالنسبة إلى الأسئلة نرجو منكم أن تضعوا أي أسئلة في قسم الدردشة لأننا لن نفتح الباب أمام أسئلة وأجوبة، وسوف أطرح على المشاركين الأسئلة بحسب الوقت المتاح. الترجمة متاحة في اللغات الرسمية الستة للمنظمة، وبإمكانكم انتقاء اللغة المرجوة في الأسفل. وأود أن أقول أننا وصلنا إلى لحظة محورية في تاريخنا، لحظة حساسة وجدلية مليئة بالقلق وبضرورة اتخاذ القرارات والبحث عن أنفسنا والحاجة إلى استحداث مستقبل أجمل وأشرق، ويتعين علينا أن نذهب باتجاه الحلول. ندرك ما هي التحديات المتعلقة بالحوكمة الجيدة، وأملنا أنه من خلال هذه الجلسة سنحصل على توصيات ملموسة واضحة وطموحة بشأن كيفية المضي قدما وما بإمكاننا فعله لتعزيز هذه الدعوة الأساسية لاتخاذ الإجراءات. من دون أي إطالة أود أن أعطي الكلمة إلى السيد مايكل الفخري المقرر الخاص للأمم المتحدة حول الحق في الغذاء وقائد Human Rights Lever for Change. مرحبا، أنا مايكل فخري وأنا المقرر الخاص بشأن الحق في الغذاء. أعتذر عن عدم التكلم معكم مباشرة اليوم، ولكن بسبب الجائحة والفرق في الوقت فيتعين علي أن أرسل إليكم هذا الفيديو. أود أن أشكر المنظمين على دعوتي إلى التكلم عن كيفية حوكمة النظم الغذائية بشكل تشاركي متكامل وشامل. وأنا كمقرر خاص بشأن الحق في الغذاء أتمتع بمكانة فريدة من نوعها، إذ أنا أشارك في المجموعات الاستشارية للجنة وكذلك في الفريق المعني بالتكامل في المؤتمر القمة. كذلك أنا ألتقي بانتظام مع حكومات شبه وطنية ووطنية وحركات اجتماعية ونقابات ومجموعات للدعوة. سأتكلم أولاً عن مؤتمر القمة ثم عن اللجنة. المسألة المطروحة اليوم هي من سيتمكن من صياغة الخطة التي ستوجه التمويل الخاص والعام والموارد الدولية، والمسألة التي هي على المحك تتعلق بمن سيكون له الكلمة الفصل بشأن كيفية تحويل النظم الغذائية. منذ البداية تخبط مؤتمر القمة في الجدل وارتكبت بعض الأخطاء، وستتطرق إلى ثلاث مسائل. أولاً استغرقنا الأمر ساعة ومناصرة كثيرة لضم اللجنة في المجموعة الاستشارية المعنية بمؤتمر القمة، وبالتالي تعين على المؤتمر أن يبني بنى أساسية خاصة به بدلا من أن يستند إلى عمل اللجنة. منذ البداية كان لابد أن يستند المؤتمر إلى اللجنة. كذلك استغرقنا الأمر السنة والكثير من المناصرة لإدخال حقوق الإنسان في خطة عمل القمة،
وهذا لأن الجهات الفاعلة الرئيسية أتت من قطاع الأعمال والمنظمات التي تخدم قطاع الأعمال. ثالثاً، الزراعة الإيكولوجية ليست مدرجة بشكل فعال في خطة عمل القمة أسوة بالمعارف التقليدية والأصلية. بدلا من ذلك نتكلم عن النهج الطاغي ألا وهو الزراعة المكثفة المستدامة أو ثورة خضراء جديدة. هذا النهج يستند إلى تقنيات مكثفة من حيث الرأسمال والمدخلات، والتكنولوجيات الجديدة فيها تستخدم للسيطرة على الطبيعة أو تعزيزها، في حين أن الزراعة الإيكولوجية تستند إلى المعارف التقليدية والأصلية والتكنولوجيات الجديدة في إطارها تضع للتكيف مع الطبيعة والعيش في ضمنها. إن التحضير للمؤتمر جار في حين أن الجائحة تفتك بالبشرية وتخلف في أعقابها أزمة غذائية. الجميع منهك ولا يمكننا المشاركة في الكثير من الأشياء، وعندما يتعين علينا اتخاذ قرار بشأن المشاركة في مؤتمر دولي للأمم المتحدة أو مساعدة المجتمع المحلي، فغالبا ما يقع الاختيار على رعاية الشعوب الخاصة. وبالتالي من المفهوم أن 500 من مجموعات المجتمع المدني التي تمثل الملايين من العمال والرعاة والمزارعين والصيادين قد قرروا الاحتجاج والامتناع عن المشاركة في المؤتمر، ونفهم ذلك. وآلية المجتمع المدني أشارت إلى أنهم يحتاجون إلى فهم العلاقة بين CFS ومؤتمر القمة بشكل أفضل قبل اتخاذ قرار بشأن كيفية تخصيص وقتهم وطاقتهم. وإذا ما رغبت القمة في أن تكون شاملة، لابد أن تمكن الأشخاص ليشاركوا، ولابد أن تمكن القمة آلية المجتمع المدني وألا تعطيها مجرد مقعد حول المائدة. القمة ستعقد في الخريف ولدينا 8 أشهر للمضي قدما. إن الأمانة ومسارات العمل تعمل بشكل كبير لجمع المعلومات من حول العالم، وسيقدم المؤتمر حلول بشأن كيفية تحويل النظم الغذائية العالمية وتحقيق عالم خال من الجوع وسوء التغذية. وهذا الحدث هو سيحصل لمرة واحدة بفضل دفع الأمين العام لتغيير النظم الغذائية، في حين أن اللجنة تشكل مؤسسة قائمة على الحكومات مع هيكل الشامل للمجتمع المدني والسكان الأصليين والقطاع الخاص والمنظمات الخيرية وغيرها من المنظمات الدولية، كلها مدعومة من خلال فريق الخبراء الرفيع المستوى. وبالتالي يتعين علينا أن نحيل إلى اللجنة أي نتيجة تخرج عن المؤتمر. وبالفعل أن اللجنة تتيح للعالم شيء لن يتمكن المؤتمر من تقديمه، وأن اللجنة تجمع العالم لكي يتم تخطي الفروقات. سلطتها تأتي من الحكومات وشرعيتها تأتي من التزامها بتحقيق حقوق الإنسان. في أحداث جانبية أخرى واجتماعات أخرى للمجموعة الاستشارية، يعرف الجميع أنني أشعر بشغف كبير إزاء ضرورة تحسين اللجنة، وهذا ما أحبه في اللجنة لأنه مكان تجري فيه حوارات مكثفة وعلاقات قائمة منذ وقت طويل، وهذه هيئة ملتزمة بتحقيق النتائج. شكرا جزيلا على هذه الرسالة. نحن نحاول الإقرار بأهمية اللحظة الحالية. لدينا الآن 5 من المتحدثين الذين سيتشاطرون وجهات نظر ومواقف مختلفة بشأن كيفية تعزيز الحوكمة. سوف أبدأ بسعادة السفير ماريو الفيلو الممثل الدائم للجمهورية الدومينيكية لدى وكالات روما. هو محامي وعالم ودبلوماسي. سعادة السفير الفيلو يتمتع بطول باع كبير في هذا المجال، وهو الرئيس السابق للجنة وعمل في هذا المنصب من 2017 حتى 2019. سعادة السفير أرفيلو تفضل. شكرا جزيلا لك روت. سوف أتكلم باللغة الإسبانية لأن الترجمة الفورية متاحة. و
ونشكركم لأن وفدنا دعية في إطار هذه الدورة 47 للمشاركة في هذا الحدث الخاص الرفيع المستوى حول موضوع بغاية الأهمية. استمعت إلى ما قاله سيد فخري وهو محق في كل ما قاله. يتكلم عن الآليات والهياكل المؤسسية التي قد تضمن حوكمة وطنية وإقليمية وعالمية لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية المناسبة للجميع. لا يسعني إلا أن أكرر ما قلناه هذا الصباح، إن الشمولية مهمة جدا، وسيد فخري محق عندما قال أن النموذج الشامل للجنة كان يجب أن يشكل المنصة التي تستند إليها القمة. الجمهورية الدومينيكية ملتزمة عبر السياسات الحكومية بهذا الموضوع، نعمل في نيويورك عبر وفدنا هناك ونعمل في إطار الـ AT5 أي مسار العمل الخامس، وكذلك نعمل في مسار العمل الرابع. والبارحة في اللجنة قلنا أنه كبلد عضو يتعين علينا أن نقدم الرأسمال السياسي للخطوط التوجيهية المتعلقة بالنظم الغذائية والتغذية. هذا صك تم التفاوض عليه وليس صك مثالي، ولم يتم إشراك كل الجهات التي رغبنا في إشراكها. وذكر السيد فخري هواجس المجتمع المدني، وأنا لدي دعوة أواجهها إلى المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية التي تشارك في هذه العمليات، علما أنني أنا قادم من المجتمع المدني وأنا عملت في المجتمع المدني قبل البدء بالخدمة العامة. رسالتي هي لابد من اغتنام هذه الفرصة والمشاركة. من يغيب عن المائدة ليس محقا، لأنه بفعل غيابه لن يتمكن من تقديم الحجج، من دعم المواقف، ومن المساعدة في التوصل إلى توافق بشأن المسائل المطروحة على طاولة البحث. كل الأعضاء يجب أن نشارك في القمة، ولا بد أن نستحدث هيكل شامل شبيه بهيكل اللجنة من أجل تيسير الحوار. ونعرف أن القمة لن تقدم وثيقة تم التفاوض بشأنها، بل ستقدم توصيات عبر نقاش شامل، مما يعني أننا نحتاج إلى الجميع. يتعين على المجتمع المدني أن يشارك وأن يجاهر بصوته وبحججه لنتمكن من المضي قدما. سوف أختتم مداخلتي لأؤكد لكم أننا في الجمهورية الدومينيكية قمنا بذلك عندما قمنا بإقرار الحق في الغذاء كحق أساسي من حقوق الإنسان في دستورنا بحسب إعلان الأمم المتحدة لعام 1948. نحن في مادتنا 54 من دستورنا قمنا بالإقرار بهذا الحق، ولكن هذا غير كاف، لابد من تطبيق هذه الأحكام القانونية في الميدان، وتعين علينا تكييف وتفعيل نموذج اللجنة. وأرى روس ترفع الراية. نحن ذهبنا إلى مجلس الأمن عبر البرلمانيين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والبلديات ومؤسسات الشباب والنساء والجامعات، كلنا يجب أو تعين علينا أن نعمل لنصل إلى القانون الخاص بالأمن الغذائي والتغذية، وهذا صك يساعدنا على تطبيق الدستور. في الوثيقة نحن نقر باللجنة
لأنها مكنتنا من الاستناد إلى هذه المنصة ولأنها مكنتنا من تحديد مسار الماضي قدما. وشكرا جزيلا. شكرا سعادة السفير أرفيلو. أشكر الجمهورية الدومينيكية على كل الجهود المبذولة ضمن اللجنة وعلى مستوى القمة ومسار العمل الخامس. نتمنى أن تساعد هذه الجلسة على ردم بعض الفجوات وعلى تشجيع المجتمع المدني على المشاركة في القمة. الآن نعطي الكلمة إلى سعادة السفيرة سيلين جيرجنسن، سفيرة فرنسا لدى وكالات روما الثلاثة فاو إيفاد ودولي أف بي. كدبلوماسية عملت في المجال الشؤون الإنسانية ومسائل متعددة ذات صلة. تفضلي سعادة السفيرة. شكرا جزيلا. أشكر كل منظمي هذا الحدث الجانبي. من دواعي سرورنا أن نكون هنا معكم لنناقش هذا الموضوع المهم المتعلق بالحوكمة. بادئة بدء، أود أن أذكر بسبب إقامة هذه الحوكمة. السبب هو تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والدفاع عن حق الجميع في الوصول إلى تغذية وأغذية مناسبة. وبالنسبة إلى فرنسا، الحوكمة يجب أن تحدد بشكل شامل أفضل الإجراءات السياسية العامة بالنسبة إلى كل المعنيين وعلى كل المستويات، إلى جانب تعزيز فعالية الإجراءات لكل الجهات الفاعلة ودعم أوجه التآزر بين هذه الإجراءات. قناعتنا هي أن تعددية الأطراف تشكل أفضل الحلول وأكثرها شرعية لبلوغ هذه الحلول على المستوى العالمي، وذكر الرئيس ماكرون بذلك مرارا وتكرارا. نحن نرى اليوم أن هناك تكاثر الهيئات التي تعالج مسائل الأمن الغذائي والتغذية، وبالتالي لابد من الحلول دون شرذمة الحوكمة الدولية. لابد من الاستناد إلى المنصات والصكوك القائمة وتعزيزها عند الحاجة، مع الأخذ علما بكل التحديات المثيلة أمامنا. منذ إصلاح عام 2009 للجنة، أصبحت اللجنة أول منصة شاملة تشاركية معنية بالأمن الغذائي والتغذية، وتسمح لكل أصحاب المصلحة بتقاسم وجهات النظر وأفضل الممارسات، أي العمل يدا باليد. اللجنة برهنت أنها قادرة على معالجة التحديات الخاصة بالنظم الغذائية، مثلاً التكيف مع تغير المناخ وتخفيف من آثاره، خسارة التنوع البيولوجي، نظام حيازات الأراضي، المساوات بين الجنسين، والعمل اللائق. ورأينا ذلك بأم العين هذا الأسبوع، إذ أن اللجنة تمكنت من مناقشة أزمات حاسمة مثل الجائحة التي تفتك بالعالم اليوم. لابد من معالجة مسألة الأمن الغذائي بمعناه الشامل، أي لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، ليس من خلال العمل بشكل منفصل، بل عبر نهج متكامل ومرتبط بأهداف أخرى من أهداف التنمية المستدامة. وبالتالي يجب فهم أوجه ارتباط الجهات الفاعلة والعلاقات، وعلى المدى القصير نظن أن هو من أجل تحقيق حوكمة شاملة وتشاركية ومتكاملة بإمكاننا، كما قاله متحدثون سابقون، بإمكاننا أن نشرك اللجنة وفريق الخبراء رفيع المستوى في العملية التحضيرية لمؤتمر القمة وفي عملية متابعته. القمة تسعى إلى أن تصبح لحظة محورية في كيفية تعاملنا مع النظم الغذائية عبر مبادرات ملموسة لجعل النظم الغذائية أكثر استدامة وقدرة على الصمود. وفي هذا الصدد
نقدر أن اللجنة برهنت عن قدرتها على المساهمة في القمة، وذلك عبر اعتماد البارحة الخطوط التوجيهية الطوعية حول النظم الغذائية والتغذية التي أتت كنتيجة لعملية شاملة طويلة وتعالج مسائل متعددة متعلقة بالأمن الغذائي والتغذية. لدينا أفكار بشأن اللجنة وفريق الخبراء الرفيع المستوى، وبإمكاننا ربما التطرق إليها فيما بعد خلال النقاش، وشكرا على حسن الإصغاء. شكرا جزيلا سعادة السفيرة يورغنسن. تكلمت عن مسائل مهمة بما في ذلك تنوع القطاعات وإشراك جميع أصحاب المصلحة، ذكرت كذلك فريق الخبراء رفيع المستوى والخطوط التوجيهية الطوعية. والآن أود أن أعطي الكلمة إلى سيدة شمالي بوتال، المديرة التنفيذية لفوكس ومن آلية السكان الأصليين في اللجنة، تنضم إلينا من الهند، عملت على مستوى الحقوق الاجتماعية ومسائل التنمية المالية والاجتماعية لسنوات عديدة، وعينت للانضمام إلى فريق الخبراء المعني بالنظم الغذائية. تفضلي شمالي. شكرا جزيلا، هل تسمعونني؟ نعم تفضلي. نقطة الانطلاق بالنسبة إلى حكمة النظم الغذائية هي الإقرار والموافقة الكاملة لبعض المبادئ والقيم. أولاً، أن الأغذية والمياه من حقوق الإنسان، هذه مسائل أساسية للحق في الحياة، ولا يمكن أن تكون ثانوية مقارنة بالتنمية الاقتصادية أو النمو الاقتصادي. بالعكس، أن التنمية واستراتيجيات التنمية الاقتصادية يجب أن ترمي لتحقيق الحق في الغذاء، ومن خلال مبدأ عدم تجرذم حقوق الإنسان يجب أن تضمن تحقيق كل حقوق الإنسان. كذلك أن الحقوق الجماعية والفردية لمن ينتج الأغذية في العالم، أي صغار المنتجين والسكان الأصليين والعاملين بمن فيهم النساء والشباب بشكل متزايد، فلا بد أن يحصلوا على الحماية اللازمة. ثالثا، النظم الغذائية تنهض بالمصلحة العامة، وكذلك هي تلبي وظائف عديدة اجتماعية، ثقافية، بيئية، إيكولوجية، اقتصادية، متعلقة بالمناخ إلى آخره. كذلك هي متعلقة بالموارد التي تستند إليها النظم الغذائية، ولا يمكن أن تصبح من السلع. الحركات في الأسواق يجب أن تنظم بحسب الاتفاقات والرأسمال المالي القائم، فضلاً عن التركز المؤسسي. رابعاً، إن النظم الغذائية مختلفة بيولوجياً وغير ذلك، وهذا مهم، وتبرز الخبرات أن هذه هي النظم التي ستدعمنا مع تغير المناخ وفي إطار أزمات بيئية أو مناخية. مبادئ الحوكمة متعلقة بالمساواة والإنصاف في النظم الغذائية، ونحن نتكلم عن الرقابة على المياه وظروف العمل والسيطرة على المياه والأراضي وما إلى ذلك. وهذه ليست متناسبة مع الأفكار القائلة أنه علينا الوصول إلى نظم مستدامة للغذاء. ثم إن هذا الخلل اليوم يتغلغل في مجالات عديدة، المساواة، الجنسين إلى آخره. لذا الشمول أساسي إن أردنا أن نحقق تغذية وتنمية مستدامة، هذا أساسي. علينا أن نشمل العاملين، العاملات، الشباب، النساء، المؤسسات وغيرها. الشمولية هي كلمة السر، وكلمة السر هذه لا تعني أنه علينا أن نضمحل في الحكومات وأن هذه الأخيرة يحق لها أن تتخذ القرارات في اسم غيرها. هناك نظم كثيرة، هناك مبادرات كثيرة عبر العالم، والشمولية كذلك عليها ألا تحول دون المساءلة، فإن كان أحدهم وراء دمار للبيئة مثلا لابد من مساءلة، وكذلك الأمر لابد من
إصلاح أي وتعويض، لأنه إن أردنا أن نحقق عدالة لابد من تعويض، وهذا ما لابد أن نستذكره، لأن هناك ظلم ساد لسنوات طويلة ولابد من تصفيته قبل أن نعمل على المساواة وعلى التغذية. واليوم إذن علينا أن نضع نظما تشريعية قوية من أجل جعل شمولية سليمة تعطي العدالة وتعطي الغذاء وتعطي الحرية، وهذا ما يسمح لنا بالتقدم فعلا. والشعوب عبر العالم اليوم تجد نفسها لاجئة القوانين غير المكتوبة. بتعبير آخر، اليوم علينا أن نضع التشريعات الصحيحة حول المجالات التي تخيفنا في بعض الأحيان. ثم أظن أن هذه اللجنة لابد أن تبقى قائمة وأن تبقى مفيدة، وإن أرادت أن تفعل هذا عليها أن تصبح أكثر شجاعة وأكثر قوة. تظهر الدراسات الأخيرة تغير في لجنة الأمن الغذائي العالمي، فمثلا نلحظ سيطرة للبلدان المصدرة ونرى أولويات للشركات الكبيرة وليس لصغار المنتجين وليس للبلدان النامية، تلك البلدان العالقة في نظم تبقيها في مكانها. لا يمكن لهذه اللجنة أن تكون عمياء لهذا الواقع الجديد، خاصة اليوم عندما يواجه الكوكب هذه الأزمات المتكررة من تغير مناخي وكوارث وجائحة وغيرها. الجميع يحق له بالغذاء، وعلى هذه اللجنة أن تكون واعية لهذا. وأظن كذلك إن روث أثارت المسألة مهمة إلى جانب المقرر الخاص. علينا أن ندرك إن المجتمع المدني وآلية المجتمع المدني يأتيان بمعلومات من الميدان عبر العالم، وهذا أساسي من أجل سن السياسات السليمة. وإن غضينا الطرف عن هذه الأبعاد، هذا يؤدي لسوء الحظ إلى إضعاف لجنة الأمن الغذائي العالمي مع إبعاد هذه اللجنة عن الواقع. تذكروا إننا جزء من هذه اللجنة وقد قمنا بإصلاحها، ونريد لهذه اللجنة أن تكون ناجحة. بضع كلمات أود أن أقولها حول هذه اللجنة أيضا. إنها تواجه مشكلة التمويل القليل الشحيح، ولابد من حل هذا، لأنه إن كان هناك فعلا من التزام من أجل تعدد الأطراف وسن السياسات وغيرها، عندها فعلى الدول الأعضاء وعلى جميع الهيئات التي تريد فعلا المساهمة والتي تريد فعلا أن تجعل من هذه اللجنة آلية تشاركية، عليها إذن أن تقدم الأموال الضرورية، ثم على هذه اللجنة أن تنعم بقدرة على إسماع صوتها وعلى فرض آرائها في المحافل، منها منظمات الفاو، في الإفاد، في برنامج الأغذية العالمي وغيرها. ولابد كذلك أن يكون لهذه اللجنة نفاذ إلى الهيئات الدولية التمويلية، البنك الدولي، البنك الأفريقي للتنمية وغيره. لذا علينا أن نحذر، لابد من إيلاء العناية لمسألة حقوق الإنسان، فحقوق الإنسان هي في صميم الاهتمامات، ولابد من إسماع صوت من تأثر أكثر من تأثر، ولابد أن نسمع كذلك صوت الجياع. وإن لم تفعل اللجنة هذا، عندها فسوف تتحول من هيئة للمعنيين إلى هيئة الشركات الصغيرة، وهذا ما لا نريده لهذه اللجنة. شكرا جزيلا. شكرا سيدة شلمالي، وأنا فعلا أقدر لك هذا الكلام حول تحويل هذه اللجنة إلى صوت قوي، نرحب بهذا. شكرا إذن على هذه التعليقات. أتحول الآن إلى شخص يعمل في اللجنة وفي قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية، جيسيكا فيغا أورتيغا. هي
من جماعة الشعوب الأصلية الدولية وكانت كذلك معينة في شبكة الناشطين لقمة النظم الغذائية. هي من المكسيك وهي تدافع عن الحقوق الجماعية والفردية للشعوب الأصلية وتركز خاصة على الشباب والمراهقين والأطفال من السكان الأصليين. جيسيكا الكلمة لك. شكرا جزيلا. صباح الخير الإخوة والأخوات، شكرا لكم على إعطائي الكلمة اليوم. فلنتكلم اليوم عن المخاوف وعن المشاكل المتعلقة بالجائحة وبهذه اللجنة، ونتكلم عن علاقة هذا بالسكان الأصليين. السكان الأصليون يحتاجون بأن نتكلم عن هذه المسائل، ولكن هذا يقضي الكلام عن جميع المسائل المتداخلة، وعلينا أن ننظر في جميع المسائل، منها التغير المناخي، المساواة بين الجنسين، تخفيف من وطأة التغير المناخي، والاستدامة تقضي الكلام عن الأرض. ولا شك في أن هذه الجائحة كان لديها أثر جائح على السكان الأصليين، ولا أحد يمكن أن يبقى مكتوف الأيدي أمام هذا الواقع من دون المكافحة ضد هذه الجائحة. لكن في الوقت نفسه دعونا نتذكر الجائحات الأخرى، مثلا سوء التغذية، مثلا الجوع عبر العالم. العمل لابد أن يكون على خطوط متوازية، لابد أن نكافح ضد كوفيد-19 نعم، لكن أيضا لابد أن ننظر في المسائل الأخرى. وخلال قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية لابد أن نضمن مشاركة للسكان الأصليين من شباب وشابات ونساء ورجال، لأنه لابد أن يكون هناك قرار تخصهم مع احترام حقوقهم، ولابد كذلك أن نضمن وجود آليات مثل الآليات الاستشارية داخل القمة، ولابد لهذه العملية الاستشارية أن تشمل السكان الأصليين. إلى جانب هذا لابد أن نتكلم عن الحقوق الفردية والجماعية للسكان الأصليين، وعلينا أن نتكلم كذلك عن حق تقرير المصير لهذه الشعوب. علينا أن نتكلم عن الحق في الأرض، وعلينا أن نتكلم عن الحق في الحياة. إذن هذه كلها مجالات عمل عديدة، وعلينا أن نعمل من أجل تحسين جميع الظروف. إن عمل لجنة الأمن الغذائي العالمي لابد أن يساهم في عملية الشمول، ولابد أن يساهم في تعزيز حقوق من تأثر أكثر ما تأثر، وأفكر على وجه الخصوص بالسكان الأصليين الذين فقدت حقوقهم وفقدت أراضيهم، والذين تعرضوا للظلم عندما حاولوا الحفاظ على أراضيهم. لابد أن ننظر كذلك في مسألة التربية، فمن يريد أن يربي الأطفال وأن يغذيهم بشكل سليم قلما لديه الحقوق، وقلما لديه القدرة على فعل هذا، وقلما لديه القدرة على حماية أطفاله وبيئته ومجتمعه. علينا بالتالي أن نحمي صغار المنتجين، خاصة عندما يكونون من السكان الأصليين، لأنهم هم من يزود المدن بالمواد الغذائية. هؤلاء المنتجين الصغار الذين يغذون مدننا الكبيرة قلما لديهم نفاذ إلى الخدمات الصحية وإلى الخدمات كافة، ولذا علينا أن نعمل على هذا المستوى أيضا، وهو من المستويات الموازية للجائحة التي سبق وتكلمت عنها. نحن نريد القضاء على الجوع، لكن نريد أيضا أن لا يسود بعد اليوم الجود في المجتمعات، وهذا يقضي العمل على مستويات عديدة. ثم علينا أن ننظر في معرفة الشعوب الأصلية، وهذه المعرفة التقليدية التي تنقصنا. علينا كذلك أن نفهم كم إن هذه الشعوب الأصلية تنتج المواد الغذائية السليمة. أما التزامنا في خدمة الشعوب الأصلية فلا بد أن يكون
مستند إلى مكونات عديدة منها العدالة، الحماية وغيرها. هناك محافل كثيرة عبر العالم، لكن كم من هذه المحافل تستضيف السكان الأصليين؟ علينا أن نزيد من بروز السكان الأصليين أمام العيان، وعلينا كذلك أن ننظر في إمكانية دعم السكان الأصليين عبر حشد الموارد الإضافية وعبر تقديم الدعم الفني، خاصة في مجال الزراعة وصيد الأسماك، وعبر حماية النظم الغذائية للسكان الأصليين. وهذا نوع من العمل يخص على وجه الخصوص خاصة منظمة الفاو ومنظمة وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق التنمية الريفية. ولابد كذلك أن تؤخذ في عين الاعتبار مسألتي المساواة بين الجنسين ومسألة المساواة بين الجنسين والبيئة، وعلينا أن نركز هنا على حماية أرضنا، أرضنا الأم. هذه الأرض تستحق عناية منا، لكن في الوقت نفسه دعونا نتذكر إن النظم الغذائية موجودة لأنها تضمن لنا استدامة البشرية. علينا بالتالي أن نحمي وأن نقر بالمعرفة للسكان الأصليين. نحن عبر شبكتنا نحاول تعزيز قدراتنا كمجتمع مدني، ولكن في الوقت نفسه نحن بحاجة إلى التزام من الحكومات والدول لكي نتأكد من وجود الأموال والوسائل الكفيلة بأن نتخطى العقبات الماثلة أمامنا. علينا أن نباشر بحوارات وأن نباشر بنشاطات، علينا أن نضمن نفاذ إلى تكنولوجيات. السكان الأصليون قلما لديهم نفاذ إلى التكنولوجيا الجديدة، وهذا ما يحد من مشاركة هؤلاء السكان في مختلف المحافل الدولية مثلا. أشكركم على حسن الإصغاء وأدعوكم جميعا للالتزام من أجل أن نربط بين السكان الأصليين وحقوق التغذية والغذاء. شكرا جيسيكا. كم يسرنا جيسيكا أن تكوني في هذه الجماعة، لقد عملنا سوية ويسرني فعلا أن أراك اليوم تناشدين اليوم من أجل السكان الأصليين. إلى جانبنا اليوم عندنا أيضا بول نيومان معني والناشط بالهدف الإنمائي المستدام الثاني، هو من محطة المناشدة للهدف الإنمائي المستدام الثاني وهو المسؤول عن هذا، ويعمل على المناشدة، وقد عين مؤخرا كمسؤول عن الاستهلاك في شبكة الأمم المتحدة المعنية بمناشدة من أجل الأهداف الأنمائية المستدامة وخاصة الهدف الثاني، وهو يعمل كذلك ضمن تحضير لقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية. شكرا. شكرا روث، وشكرا لجميع المتحدثين على مداخلاتهم. كم هي فرصة جميلة لحوار شامل، وقد طلب مني أن أتأمل بعض الشيء بالرابط بين مختلف الهيئات، خاصة لجنة الأمن الغذائي العالمي وقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية، وطلب مني أن أربط على وجه الخصوص بين هذين الأخيرين لنرى أوجه التضافر بينهما. و لابد أن نذكر في مرحلة أولى قوة صوت المجتمع المدني. عندما ننظر إلى القمة وإلى اللجنة نرى مسائل متداخلة يمكن اللجوء إليها من أجل النهوض بتغيير فعلي، مثلا البيانات الجيدة التي يمكن أن تأتي في خدمة التدابير السياسية المتخذة والتي تنهض بتغيير فعلي، أو العلوم والبحوث التي يمكن فعلا أن تكون ذات منفعة.
عندما أنظر إلى لجنة الأمن الغذائي العالمية التي انضممت إليها لسنوات عديدة، وعندما أنظر اليوم إلى قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية، أرى حواراً مفتوحاً، لكن في الوقت نفسه أرى ضرورة للعمل، وضرورة العمل لابد أن تستند إلى نهج مختلفة لكن لنواتج جيدة. هذا أساسي، لا نريد لهياكلنا أن تكون هي، نحتاج إلى أدوار مختلفة، ولجنة الأمن الغذائي تلعب دورا أساسيا ولديها هيكل قوي من أجل المشاركة. أما قمة المتحدة للنظم الغذائية فهدفها أن تكون محفلا للأشخاص عبر العالم، و هذا ما نباشر به عبر حوارات قطرية ودولية ومستقلة حول النظم الغذائية عبر العالم. وأظن إن عمل لجنة الأمن الغذائي العالمي مفيد جدا، لأنه يأتي بخلاصات وتوصيات ومنتجات وآليات تنصب في عمل قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية. مثلا الخطوط التوجيهية الطوعية يمكن أن تكون من الأدوات المهمة البارزة التي تستفيد منها قمة الأمم المتحدة. لابد أن نشجع الأمم المتحدة على مباشرة بحوارات أوسع. لابد أن نتأكد من أن منتجات لجنة الأمن الغذائي المدني العالمي موجود على شتى المستويات. ثم إن هذه القمة تذكر هي لحظة دعا إليها أمين عام الأمم المتحدة، لكن لجنة الأمن الغذائي هي هيئة دائمة، لذا لابد لهذه اللجنة أن تكون موجودة ودائما متحركة نحو الأمام. واليوم هناك أمور واعدة جدا، من الجيد أن نرى القادة، ومن الجيد كذلك الرؤساء، وأن نرى المشاركين، فكلهم ملتزمين بطريقة أو بأخرى في تحضير قمة الأمم المتحدة، وأرى الجميع يتكلمون وينشطون، وهذا مهم جدا. هناك بعض البيانات السلبية، وهناك بعض التحديات التي واجهتنا في تحضير القمة في البداية، و أظن أن الأوقات كانت عصيبة، لكن في الوقت نفسه من المهم أن نتخطى هذه العقبات، فهذا يقضي حوارا طويلا ومطولا. واليوم بفضل الأمين العام عندنا إمكانية لعقد قمة للأمم المتحدة، هذه فرصة وعلينا أن نغتنم هذه الفرصة لأنها سانحة أمامنا. وعندما ننظر إلى التحديات الماثلة أمامنا نتذكر أنه لا نستطيع أن نتباطأ، علينا أن نسرع الوتيرة. وأظن أنه علينا أن ندرك أن التغيير يمكن أن يأتي من الداخل، ولابد كذلك من تغيير نظامي، بتعبير آخر على كل أن يقوم بعمله مع فهم الصورة الكبيرة والتقدم إلى الأمام. ثم علينا أن نبدأ بالنهج الجديدة. لقد أحببت مقالا لغرينا هوكس حيث تكلمت عن القواسم المشتركة، حيث قالت ما هي النظم الغذائية وما هي منفعتها وأين نجد القاسم المشترك وكيف ننهض نمشي إلى الأمام. أظن بالتالي إن لدينا فعلا فرصة، عندنا إمكانية لسرد مشترك لنا جميعا، وأظن أنه علينا الآن أن نبدأ بأغنية مماثلة. الغذاء للجميع هو مجال، هو شعار يسمح لنا بأن نتفكر ب أمور عديدة. ما معنى الغذاء للجميع، لكل فرد، في كل ثقافة، في كل بيئة؟ ثم علينا أن نسقط الجدران، لكن في الوقت نفسه علينا أن نسرع الوتيرة لأن هناك طوارئ، هناك تحديات كثيرة نواجهها، ونحن بحاجة إلى شعور بالضغط إن أردنا أن نتقدم وبسرعة إلى الأمام. علينا أن نسمع الأصوات التي تنادي بالتغيير. أنا أناشد بالتالي لجنة الأمن الغذائي العالمي، وأناشد قمة الأمم المتحدة من أجل أن نباشر بحوار فعلي، ومن أجل
أن نرى ما الذي يمكن استخدامه من أجل تكسير ما يعيقنا والمضي قدما تحقيقا للأهداف الإنمائية المستدامة. شكرا روث. شكرا روث على هذه التعليقات. قبل أن ننتقل إلى المداخلات الختامية، ألحظوا أن مارتن فريك على الخط معنا. مارتن، سوف أمهلك دقيقة واحدة وسأطرح عليك سؤالا. مارتن، لقد سمعت التعليقات الكثيرة هنا، لقد سمعت نقدا حول طريقة هيكلة قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية، كانت هناك نداءات للتعديل، كانت هناك تعليقات حول خلق مجالات شجاعة، ولقد سمعنا الأصوات المغايرة. فلنضع الماضي في الماضي، لكن اليوم كيف لنا وبشكل عملي أن نتخطى التحديات وبشكل بناء؟ لتك دقيقة. شكرا جزيلا. ليس من الصعب أن نرد على السؤال لأن بول رد على السؤال. كلما شملنا الأشخاص، كلما سمعنا الأصوات المغايرة، كلما أصبحنا أفضل. لا أحد لديه الوصفة السرية للحل، علينا أن نصغي وعلينا أن نعطي إمكانية للجميع في المشاركة. لقد صممنا مثلا الهيكل الجديد للحوار حول النظم الغذائية عبر العالم، وهذا ما يسمح بتمكين كل شخص يريد الكلام عن هذا الموضوع. أنا مشجع جدا لأنني أرى الرؤية ل2030، وأنا أرى أن هذه اللجنة قادرة على متابعة نواتج القمة، لكن إن أردنا فعلا أن نحقق الأهداف المرجوة نحتاج إلى التزام من جميع الأطراف المعنية. علينا أن نفتح أعيننا وعلينا أن نفسح مجالا لإسماع صوت الجميع على الميدان. هذا هو مبدأ عدم ترك أحد على قارعة الطريق. شكرا. شكرا، نقاش بناء ومثير. كما ذكرت في البداية، نود الآن أن نتحول إلى 3 زملاء من أجل تقديم الملاحظات الختامية، من أجل أن نرى أين آل بنا هذا النقاش وإلى ماذا نحن ذاهبون. فلنعطي الكلمة أولاً لأوليفيو ديسكوتر، الخبير الدولي، مدرس العلوم في جامعة دبلن وفي الساينس هول في باريس، هو كذلك مقرر الأمم المتحدة الخاص حول الفقر المدقع وحقوق الإنسان، وهو كذلك المقرر الخاص حول الحق في الغذاء وصولا إلى 2018. هو معني بالنظم الغذائية المستدامة كثيرا، وهو عضو في الفريق الخبراء رفيع المستوى حول النظم الغذائية المستدامة. أوليفيه، شكرا. يشرفني أن أكون جزءا من هذا الحوار. في بضع دقائق اسمحوا لي أن أبعث برسالتين اثنين. بعضنا يذكر الرغبة الكامنة وراء إصلاح لجنة الأمن الغذائي بين 2008 و2009، وبعدها وجدنا حلا ووجهة لهذه اللجنة، والنية بالنسبة إلي تفسر لما يلي. نحن كنا نريد المزيد من الشفافية، وأردنا أن نربط بين الآليات الناجمة عن عمل اللجنة وأن نجمع بين هذه الآليات والحكومات، مع إمكانية لفرض شيء على هذه الحكومات. وثالثا، كان لابد أن نوسع الخيال، عبر المباشرة بنقاش مستند على الخبرات وعلى خبرات من يعمل في النظم الغذائية ومن يعمل لمكافحة انعدام الأمن الغذائي. كان هناك أمل آنذاك بأن التفاعل بين أعضاء اللجنة سوف يؤدي إلى ثقة، وهذا ما سيسهل التوصل إلى توافق، وهذا بدوره ما سيزيد من شرعية منتجات لجنة الأمن الغذائي العالمي، مثلا الخطوط التوجيهية الطوعية المعتمدة في 2012 حول حيازة الأراضي وغيرها من الآليات والقرارات المعتمدة في
خضم اللجنة. إذن بهذا أود أن أعرب عن أملين لقمة النظم الغذائية في هذا الخريف. الأمل الأول هو التالي: نود لهذه القمة ألا تضعف لجنة الأمن الغذائي العالمي، إنما أن تقويها عبر البعث برسالة قوية، وهذه الرسالة القوية لابد أن تدعو الجميع إلى الانصياع إلى ما ينتج عن لجنة الأمن الغذائي العالمي، وهذا ما تحتاج إليه هذه اللجنة من أجل إعادة النهوض كأكبر منتدى عبر العالم يجري الكلام فيه عن المسائل المرتبطة بالأمن الغذائي. ففي سنوات الاثني عشر المنصرمة، إن عمل لجنة الأمن الغذائي العالمي خير دليل على أنها فعلاً الحفل الأول حيث يمكن الكلام عن المسائل المرتبطة بالأمن الغذائي. ثم أظن أنه علينا أن نتكلم عن مسائل أخرى: المساءلة، القوة. هذه لابد أن لا نضعها جانباً، ولابد أن نضعها، أن نطرحها وكأنها غير ضرورية، إنما هي في صلب التحديات التي نواجهها، وعلى الرغم من جهودنا هي ما نواجهه من مشاكل. لماذا؟ لأن الناس إن أرادوا أن يجدوا مواد غذائية لا ينظرون فقط في المشي نحو السوق، إنما هناك دائما رابط، هناك عرض وطلب، هناك عرض بين مستهلك وبين بائع. وثم إن التنمية التكنولوجية ليست غير حيادية، لأنه في الماضي رأينا مبادرات حاولت أن تدعم الفاعلين الكبار أو الإنتاج الأحادي لسلعة ما إلى آخره، وهذا ما علينا أن نتفاداه. علينا أن لا نستثمر فقط في التكنولوجيا، إنما علينا أن نسمع الصوت الكامن وراء من يحتاج إلى هذه التكنولوجيا. ثم نحن بحاجة إلى تحول فعلي، والتحول الفعلي لن يأتي فقط من مجرد عملية إصلاحية. الإصلاح لابد أن لا يكون فقط في النظم، إنما لابد أن يكون إصلاحا شاملا، حيث يكون الفاعلين المحليين بما يشمل البلديات مدعومين من قبل المجتمع الدولي من أجل إحداث التغيير. وأظن أنه في هذا الصدد إن قمة الأمم المتحدة يمكن أن تحدث التغيير، ويمكن أن تحطم هذه الحلقة المفرغة التي كنا ندور فيها في الماضي. واليوم لابد من إصلاحات جديدة مختلفة عما كنا عليه في الماضي. شكرا جزيلا. شكرا أوليفييه، جيد أنك أثرت مسألة الاقتصاد السياسي. أعرف أنك ملتزم في المسار الثالث، وأنت فعلا تحاول العمل على هذا المستوى. نقدر لك العمل على هذا المستوى. وكانت لديك تعليقات حول تعزيز قوة لجنة الأمن الغذائي العالمي، وربما ننظر في إمكانية هذا في فعالية جانبية أخرى. يا ليتنا نرى ما هي الآليات الحالية، وكيف يمكن تدعيم دور هذه اللجنة، وأي آليات يمكن اللجوء إليها في المستقبل للنهوض بهذه اللجنة. أما الآن عندنا سيدة صوفيا مونسالفي، الأمينة العامة لفيان انترناشنال، وهي منظمة عاملة على حقوق الإنسان تركز على النفاذ إلى المواد الغذائية. تعمل مع وكالات عديدة معنية بالأغذية والغذاء، وقد ترأست برنامج فيان ل 15 عاماً، وتعاونت مع المزارعين وصيادي السمك والشعوب الأصلية والعاملين، وكانت كذلك في IPC ناشطة جداً، وانضمت مؤخراً إلى IPES-Food. إليك الكلمة. شكراً جزيلاً روث. طبعا أشكركم جميعاً، أشكر المنظمين الذين دعونا إلى حضور هذا الاجتماع. بعد الاستماع إلى المحاضرين الذين دعونا إلى المشاركة في القمة، فطبعاً لا يسعني إلا أن أجيب على الأسئلة المطروحة.
انتقاداتنا الموجهة إلى القمة ما زالت قائمة. هذه ليست انتقادات سابقة، والمنظمون لم يأخذوا علما بانتقاداتنا. الانتقاد الأول: القمة غير مستندة إلى حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، والمقرر حول حقوق حول حق الحق في الغذاء في الفريق المعني بالمؤتمر فمسألة إيجابية، ولكن هذا لا يكفي لأننا نحتاج إلى نهج شامل للحقوق في كل مجالات عمل القمة. ثانياً، قلنا أن أصوات الأكثر تأثراً بالجوع وسوء التغذية وتدمير البيئة الإيكولوجية فهمشوا، والقمة منحازة بيروقراطياً إذ تمثل الصندوق الدولي، صندوق النقد الدولي، ومنصات لها مصالح مؤسسية تشارك بشكل قوي في القمة، إما عبر فراقها وكل الموظفين لديها. نحن نقدم وجهة نظر المهمشين، ولا يمكننا دخول قمة مصممة لئلا تأخذ علما بحقوق الأشخاص الممثلين في آليات المجتمع المدني وآليات السكان الأصليين. قلناه في الجلسة العامة إن الجائحة أدت إلى تدمير الكثير من قطاعاتنا، وبالتالي لابد من اتخاذ قرارات بشأن أين سنستمر المشاركة. ونحن قررنا أنه لن نتمكن من المشاركة في القمة بسبب نقص الأموال. انتقاداتنا اعتبرت غير منطقية، واعتبر موقفنا وكأنه يعرقل الجهود وأننا غير راغبين في الرد على الدعوة، ولكن هذه ليست الحالة. لدينا أسباب مجدية لعدم الاستجابة لهذه الدعوة، وأنتم تعرفون ما هي الظروف التي تسمح لنا المشاركة. هذا الأسبوع أرسلنا رسالة إلى رئيس اللجنة، وهو من دعانا إلى المساهمة في القمة، وذكرنا الظروف التي قد تصوب مسار القمة. ومن ضمن الاقتراحات المقدمة، أولاً الأمين العام للأمم المتحدة وقع على شراكة استراتيجية مع الصندوق العالمي، ونحن أرسلنا إلى الأمين العام رسالة للإعراب عن هاجسنا إزاء هذا الموضوع، والأمين العام لم يجب علينا. وبالتالي كيف بإمكاننا أن نفكر أن هذه القمة غير منحازة؟ وبالتالي اعتبرنا أن الأمين العام يجب أن يلتقي أقله على مع السكان الأصليين والنقابات وصغار المنتجين، أن يلتقي بهم وإقامة نقاش. ثانيا، اعتماد ضمانات ضد تضارب المصالح خلال القمة، واعتبرنا أن القمة يجب أن تعتمد مسار عمل إضافي مخصص لمناقشة كيفية الحؤول دون سيطرة المؤسسات على النظم الغذائية. من يعمل في الميدان يعرف أن هذه مسألة مركزية، وبالتالي إذا ما كان المنظمون أبرياء وبالتالي يسمعون إلى هذه الأصوات المدمرة، فيتعين علينا أن نضيف المسار العمل الذي ذكرته وأن نكافح أي تضارب في المصالح. شكرا صوفيا على تصويب الأمور، وأوليفيا تكلم عن الثقة، وقيل أن التقدم يحرز بحسب وتيرة الثقة. الآن سوف أعطي المتحدث الأخير
المعني بشكل كبير في اللجنة لأنه رئيسها، وهو كذلك يشارك في المجموعة الاستشارية المعنية بمؤتمر القمة. أعطي الكلمة لسعادة السيدة نوتت ينسن، رئيس لجنة الأمن الغذائي منذ أكتوبر 2019، وكان الممثل الدائم لتايلاند لدى وكالة روما. هو له منصب في شغل مناصب في وزارة الزراعة التايلاندية، وعمل على الزراعة والأمن الغذائي والتجارة الدولية. شكرا، تفضل سعادة السفير. شكرا روس على دعوتي. ليس من السهل أن نختتم هكذا جلسة، ولكن أجرينا حواراً مثيراً للاهتمام في فترة بعد الظهر، وقد بدأنا به في الفترة الصباحية. شارك المبعوث الخاص بالأمم المتحدة ومقرر الأمم المتحدة ورئيس فريق الخبراء رفيع المستوى ورئيس اللجنة إلى آخره. وعندما نتكلم في اللجنة عن كيفية مواصلة تعزيز اللجنة على اعتبارها الآلية الأساسية لتعزيز الحوكمة في النظم الغذائية، وكيف تشغل اللجنة هذه الأفكار للماضي قدما، وبعد الاستماع إليكم جميعا فهمنا. إن اللجنة هي منصة فريدة من نوعها، هي منصة حكومية دولية متعددة أصحاب المصلحة، تضمن الأمن الغذائي والتغذية، وتناقش مسألة تقارب السياسات حول الأمن الغذائي والتغذية. وقيل ذلك مرارا وتكرارا، هذه منصة تجمع الجميع على طاولة البحث لضمان أننا فعلا نستمع إلى آراء الجميع. المهمة ليست سهلة، ولكن حتى الآن بوسع أن أقول أن الأعضاء في اللجنة وأصحاب المصلحة فيها بذلوا قصارى جهدهم لجعل اللجنة منصة متعددة أصحاب المصلحة وشاملة. بذلت قصارى الجهد للاستماع إلى الجميع، وعندما تكلمنا عن آلياتنا، أي آليات القطاع الخاص وآليات المجتمع المدني، وعلى الرغم من أن هاتين الآليتين لهما شبكات كبيرة من حول العالم، نعرف خير المعرفة أن هناك جهات لا تشارك مباشرة في الآلية، إن كانت تلك المتعلقة بالقطاع الخاص أو المجتمع المدني. ولكن هذا لا يعني أن المجال ليس مفتوحاً لمواصلة تعزيز اللجنة كمنصة متعددة أصحاب المصلحة، وذلك لضم كل الجهات الفاعلة ليتمكنوا من الجلوس حول المائدة والتناقش. اللجنة ليست وكالة تنفيذية، ولهذا نحن نعتمد على الأعضاء والمشاركين لتطبيق الخطوط التوجيهية والسياسات الصادرة عن اللجنة. ولهذا نحن نحتاج إلى تبني الأمور على مستوى الأعضاء بدعم من الجهات الأخرى، القطاع الخاص، جهات البحث، المجتمع المدني، المؤسسات المالية إلى آخره. وذلك لتتمكن الأسرة الأممية تقديم الدعم لتطبيق الإجراءات. عندما نتكلم عن الرابط بين القمة واللجنة، نحن نريد أن تصبح اللجنة
هيكل عالمي لحوكمة النظم الغذائية، وقلنا وقيل اليوم أنه عندما ستنتهي القمة في سبتمبر اللجنة ستبقى وستواصل عملها، لذا المجال ما زال مفتوح لتحسين اللجنة وتعزيزها، ونحن نحتاج إلى دعمكم ومساعدتكم، واللجنة ستواصل انخراطها في مؤتمر القمة بقدر الإمكان. شكرا جزيلا. شكرا سعادة السيد ينسن، نعرف أن هذا الأسبوع حافل بالأحداث، ونشكرك على إتاحة الوقت للمشاركة معنا اليوم. سوف أحاول الاختتام. العروض والمحادثات اليوم أبرزت لنا أنه من المهم أن ندعم وأن نحمي الحيازات المؤسسية، حيث يمكن التشاطر ومناقشة الآراء السياسية والفروقات. السياسات مدفوعة ليس فقط بالأدلة، بل كذلك بالأخلاقيات والمصلحة العامة، وتطرق العديد منكم إلى هذا الموضوع. كذلك توصلنا إلى توصيات مهمة متعلقة بضمان مشاركة جهات وقطاعات مختلفة، إلى جانب تعميق وتعزيز اللجنة وفريق الخبراء رفيع المستوى. ذكرت مسألة الإنصاف والعدالة كجزء من المسائل المرتبطة بالحوكمة، وضمان أن المنتديات متينة وشجاعة بشكل أكبر، إلى جانب ضمان أطر للحق في الغذاء وحق السكان الأصليين وغيرهم. بول تكلم عن وضع حلول وكيفية القيام بذلك بفعالية. تكلمتم عن الثقة والتوافق، عن الاقتصاد السياسي وضمان الاستماع إلى صوت المهمشين، من جملة أمور أخرى. هذه مواضيع ستغطيها اللجنة في السنوات المقبلة، كما أكدنا عليه في برنامج العمل المتعدد السنوات 2020-2023. هذه مسائل رئيسية بشأن حوكمة النظم الغذائية وأوجه التآزر مع القمة. المجتمع الدولي متعطش للحصول على اقتراحات ملموسة لضمان تماشي أوجه التآزر هذه مع مبادئ التكامل والمشاركة والشمولية. ونعرف في التحالف العالمي وعبر مشروع Beacons of Hope أن التحول يقترن بهياكل معمقة معقدة وسلوكيات وممارسات قائمة معقدة، من الزراعة الإيكولوجية والنهج الشاملة والأنماط الصحية وغيرها من الأمور التي تؤثر على النظم الغذائي على سلاسل القيمة. إن العمل سيساعدنا على فهم المشاكل والنهوض بالتغيير المنهجي وتشاطر الإجراءات عبر مشاركة فعالة وذات مغزى لمختلف أصحاب المصلحة. كيف بإمكاننا اقتناص الفرص هذا العام لتعزيز الحوار وتوسيع نطاق المجتمع المعني على مستوى الحوكمة؟ للنهوض بالحوار يتعين علينا أن نعزز المشاركة. لاقتباس موريس فرون صديق الأمم المتحدة، قال بهدف تلبية احتياجات العالم والانتقال إلى نظم غذائية مستدامة، نحتاج إلى تغيير جذري للسياسة وتعاون عال جدا بين المؤسسات والبلدان والسكان بقدر لم تشهده البشرية قبلا. هذا يعني إدراج المسائل في جداول الأعمال ووضع نظم سياسية لهذا الغرض، مما سيشكل المسار الوحيد المستدام نحو مستقبل أفضل. شكرا لانضمامكم إلينا عبر هذا النقاش. نتمنى أن نعمق الحوار حول الحوكمة وأن نجد المسارات القوية والقابلة للحياة للماضي قدما. شكرا جزيلا لجميع المحاضرين، انتبهوا لصحتكم، وأتمنى ألقاكم مجددا. Thank you.